يأتي اليوم الوطني هذه السنة في خضم الكثير من الإنجازات والله الحمد التي تم إنجازها منذ سنوات بعد عمل مؤسسي دؤوب طويل لمسه الجميع، القطريون والعرب والإخوة المقيمون. تدشين وزارة الثقافة هذا اليوم الوطني بشعار وحدتنا مصدر قوتنا يأتي تماهياً مع الأحداث التي مرت بها المنطقة، ويؤكد على ما تم إنجازه بسبب هذه الوحدة بين القطريين وبدعم من العرب والإخوة المقيمين. هذه السنة أيضاً تتميز بأننا سنستضيف لأول مرة في الخليج وفي الوطن العربي بل وفي الشرق الأوسط أهم بطولة عالمية لكرة القدم، مونديال 2022، الذي وعد أمير البلاد حفظه الله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأن يكون نسخة مميزة، وتكلم باسم كل العرب عندما دعا العالم لحضور هذه المناسبة. ولذلك يجب أن تكون هذه المحطة التاريخية خالدة في ذاكرة القطريين والعرب والمقيمين متمسكين بالمبادئ، ولنخبر العالم من نحن، من نحن بالأفعال وكرم الضيافة والترحيب بالجميع في دوحة الجميع كما قال سمو الأمير حفظه الله.